مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا مع نشرة أخبار الثقافة من تلفزيون سلطنة عمان. نبدأها بالعناوين. وزارة التراث والسياحة توقع اتفاقية إدارة وتشغيل حصن جبرين بولاية بهلا. الشركة العمانية للتنمية السياحية وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة تدشن الهوية التجارية للمشغل الوطني للسفر. علماء الأحياء البحرية يحققون في مرض جلدي غامض يصيب أسماك القرش في الشعاب المرجانية البيضاء بماليزيا. أهلا بكم. وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقية إدارة وتشغيل حصن جبرين بولاية بهلة بمحافظة الداخلية. يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة التراث والسياحة لتمكين القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة لإثراء السياحة الثقافية ولإعادة تنشيط مواقع التراث الثقافي كجزء من أهدافها الرامية إلى صناعة قطاع سياحي مستدام وتعزيزه بما يتلائم مع الإرث الغني والمتنوع للسلطنة وإيجاد المزيد من الفرص مع تعظيم القيم المضافة للمجتمع المحلي لتحقيق رؤية عمان 2040. دشنت الشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة الهوية التجارية للمشغل الوطني للسفر. تدشين الهوية يأتي تمهيدا لإطلاق أول منصة رقمية متكاملة لخدمة العملاء التجاريين بقطاع السفر والسياحة في السلطنة. تنفيذا للخطة الترويجية الطموحة التي ترمي إلى أن تكون السلطنة من الوجهات السياحية الاستثنائية بحكم مزاياها التنافسية، احتفلت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية بتدشين الهوية التجارية للمشغل الوطني للسفر فيزيت عمان. وتعد هذه الخطوة تمهيدا لإطلاق أول منصة رقمية متكاملة لخدمة الزبائن التجاريين بقطاع السفر والسياحة في السلطنة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 واستراتيجية التوزيع السياحي. تدشين المشغل الوطني فيزيت عمان وهي عبارة عن منصة إلكترونية راح تخدم طبعا القطاع السياحي بشكل عام. ميزة المنصة أنها راح تكون حاضن للمؤسسات السياحية في السلطنة، سواء كانت وكالات سفر وسياحة أو منشآت فندقية بمختلف أنواعها وأيضا بعض شركات الطيران. بالإضافة إلى هذا، المنصة هذه راح تكون حاضن أيضا إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة وأيضا حاضن لمؤسسات المجتمع المحلي واللي هي يمكن ما قادرة تروج عن نفسها خارج السلطنة، فهذه المنصة إن شاء الله راح تكون إضافة وراح يعني تساهم أيضا في الترويج لهم خارج السلطنة. منصة المشغل الوطني للسفر والسياحة ستعزز موقع السلطنة في أسواق السفر والسياحة العالمية، حيث سيجري ربط المنصة الرقمية بمقدمي خدمات السفر والسياحة بشكل فعال مع الزبائن التجاريين في الأسواق المستهدفة من خلال التأثير في البيع الموجه إلى السلطنة عبر موائمة حوافز الشركاء، بما يسهم أيضا في رفع جودة إنفاق السياح في السلطنة. في المرحلة الأولى نستهدف 6 وجهات إن شاء الله: الخليج العربي، وعندنا في غرب أوروبا بريطانيا، إيطاليا، فرنسا. المرحلة الثانية إن شاء الله بتكون روسيا والصين والهند. حاليا نحن نستهدف أنه المنصة تبدأ العمل على نهاية هذا العام، الربع الرابع من هذا السنة. وحاليا احنا اليوم دشنا فقط الهويه اللي تتم بدايه عمليه التسجيل لهذه الشركاء. نستهدف على سنه 2025 اضافه 100,000 زائر سنوي وتمكين اكثر من 5,000 فرصه لخلق وظائف. كما سيجري تمكين المنصه عبر الحلول الرقميه والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمه في المنظومه السياحيه للسلطنه بشكل ديناميكي وجذاب، وربطها بسلسلة القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة المحلية.
وفي هذه المرحلة سيكون التسجيل متاحا للشركاء في الأسواق الدولية إلى جانب المؤسسات العاملة في القطاع من مقدمي الخدمات العمانيين وشركات إدارة الوجهات السياحية، فضلا عن مقدمي الخدمات السياحية الجدد في السوق والذين لم تتح لهم الفرصة للمنافسة في الأسواق الدولية بهدف توسيع نطاق أعمالهم. يحقق علماء الأحياء البحرية وفريق من الخبراء ومجموعات الحفاظ على البيئة في مرض جلدي غامض يصيب أسماك القرش في الشعاب المرجانية البيضاء في جزيرتي سباديان وبورنيو بماليزيا. وتعد الجزيرتان وجهة غطس شهيرة للغواصين في ماليزيا، حيث يحظر صيد الأسماك بشكل صارم باعتبارهما مناطق محمية بحرية، وفي محاولة لتشخيص سبب المرض الذي يتمثل في بقع وآفات على رأس أسماك القرش. تشير بعض التقارير المبكرة إلى أن ارتفاع درجات حرارة البحر يمكن أن يكون السبب في ذلك، حيث ارتفعت درجة حرارة سطح البحر إلى أكثر من 29 درجة مئوية في مايو، وهي درجة أعلى مما كانت عليه في عام 1985. نشرتنا مستمرة معكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. حيل العالي بولاية ينقل محاصيل زراعية موسمية ومياه متدفقة وفيرة. أهلا بكم من جديد. محاصيل زراعية متنوعة من الفواكه والخضروات يتميز بها حيل العالي بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة. أصناف من المحاصيل الصيفية كالعنب والتين والمانجو وأشجار النخيل هي أبرز الأنواع التي تزرع في حيل العالي. على بعد 13 كيلو مترا من ولاية ينقل يقع حيل العالي في بلدة صيع ذات الطبيعة البكر والتنوع الزراعي والواحات الخضراء والأجواء المعتدلة. هذه المياه المتدفقة التي تجري في سواق الحيل تجمع في مكان يعرف محليا باللجل ليروي الضواحي والحقول عبر توقيت زمني متعارف عليه. هذا الحيل يسموه حيل العالي لأنه يقع على البلدة. طبعا هذا الفلق سبحان الله، يعني أول ما تحصل الفلق منبع الفلق يكون في مستوى الوادي، ولكن بعد ما ندخل داخل الحيل تقريبا 800 متر يرتفع عن الوادي تقريبا 15 متر، وهذا هندسة. طبعا سبحان الله الآباء والأجداد كيف يعني عملوا هذا الشيء، مع العلم أن هذا يحتاج إلى أجهزة مسح. محاصيل زراعية متنوعة وأصناف من الفواكه والخضروات تتوزع على المزارع كالمانجو والعنب والتين وأشجار النخيل التي تغطي مساحات واسعة في بساتين الحيل. بالنسبة للزراعة اللي نزرعها في الفورة، في الشتاء نزرع الثوم ونزرع البصل، سمعت كيف؟ هالحين الجو حار نزرع الطعام. يوجد في الفوراة عدد أصناف من الفواكه،
منها العنب ومنها التين ومنها الرمان ومنها الفيفاي ومنها الليمون ومنها الأنبة ومنها الموز. هذا موجود في الفرا. النخيل بصفة عامة فوق 13 صنف هنا أو 12 صنف. كان هذا الحيل في شجرة المانجو مغطية عن الحيل كامل، وكانت الشمس حقيقة ما يقال برد على الحيل، ولكن شاء قدرة الله سبحانه وتعالى جاء مرض فانقرض الأنبع، ولكن بجود الله ثم الحكومة ثم المواطنين عاد الأنبع، لكن صغير. إلى جانب زراعة المحاصيل المحلية في الحيل، فإن الأهالي وأصحاب المزارع يحرصون على زراعة بعض الأشجار التي تجلب من خارج السلطنة لتجربتها وزراعتها في مزارعهم. ومع جريان فلق حيل العالي، فإن الأهالي يستبشرون بموسم زراعي هذا العام. محمد بن سعيد العلوي، محافظة الظاهرة. من ينقل إلى سومطرة، حيث شهدت زهرة تيتان أروم المهددة بالانقراض والتي تنمو في غابات سومطرة ازدهارا قصيرا نادرا في حديقة نباتية في وارسو، ما جذب الحشود التي انتظرت لساعات لرؤيتها. أزهرت الزهرة الغريبة التي تنبعث منها رائحة كريهة لجذب الحشرات الملقحة التي تتغذى عليها، واصطف الآلاف عند المستنبت الزجاجي لمجرد التمكن من المرور بجانب الزهرة والتقاط صورة معها. ينمو النبات فقط في البرية في الغابات المطيرة في سومطرة، لكنه مهدد بالانقراض هناك بسبب إزالة الغابات. اكتشف المعنيون بالبيئة وحماية أنواع النباتات نوعا قديما من أشجار خشب الصندل المهددة بالانقراض في جنوب شرق أستراليا يزيد عمرها عن 500 عام، وتعتبر أشجار الصندل ذات قيمة عالية على مستوى العالم بسبب ارتفاع أسعار الخشب والزيت فيها. وتم العثور على 15 نوعا من الأنواع القديمة قبل 25 عاما في الأدغال الأصيلة في ولاية فيكتوريا، وأصبحت أشجار الصندل معرضة لخطر الانقراض بسبب قطعها وتصديرها إلى الخارج بكميات ضخمة، ويأمل المختصون في مجال البيئة في المزيد من الدعم الرسمي حتى يمكن حماية الأشجار. هذا وأعلنت الحكومة الأسترالية انضمامها إلى تحالف دولي من قبل البلدان الملتزمة بإبرام صفقة عالمية للحفاظ على 30% من اليابسة والبحر في العالم من أجل وقف فقدان التنوع البيولوجي. مدينة في شمال غرب اندونيسيا تنقل اللقاحات المضادة لكوفيد 19 إلى سكانها بأسطول متزايد من حافلات التطعيم، مع ما تواجهه البلاد من ارتفاع حاد في الإصابات منذ الاحتفالات بعيد الفطر. مدينة في شمال غرب إندونيسيا تنقل اللقاحات المضادة لكوفيد 19 إلى سكانها بأسطول من حافلات التطعيم، مع ما تواجهه البلاد من ارتفاع حاد في الإصابات منذ الاحتفالات بعيد الفطر. وضعفت السلطات في بيكامبارو بجزيرة سومطرة عدد الحافلات إلى 10 حافلات منذ بدء حملة التطعيم في الأول من يونيو حزيران. وإندونيسيا وهي أرخبيل ضخم من الجزر يبلغ عدد سكانه 270 مليون نسمة، مقبلة على مرحلة الذروة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد عيد الفطر الشهر الماضي الذي شهد تنقل الملايين داخل البلاد. ديلفي إحدى الإندونيسيات التي حصلن على التطعيم داخل إحدى تلك الحافلات تأمل في أن تواصل الحملة عملها إلى أن يحصل جميع سكان البلدة على الجرعات بشكل كامل. وتقول السلطات في المدينة إن الحافلات تمكنت من توزيع 12 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، وتقوم حاليا بتطعيم 1000 شخص يوميا. وقالت السلطات إنها تسعى لزيادة عدد الحافلات دون الإفصاح عن عدد بعينه.
وتخطط إندونيسيا لتطعيم 181 مليونا ونصف المليون شخص بحلول العام المقبل، ولم يتلقى حتى الآن سوى 11 مليونا و570 ألف إندونيسي الجرعتين من أحد اللقاحين المستخدمين في البلاد، وهما سينوفاك الصيني أو لقاح أكسفورد أسترازينيكا. ختاما لنشرتنا الثقافية، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التراث والسياحة توقع اتفاقية إدارة وتشغيل حصن جبرين بولاية بوهلا. الشركة العمانية للتنمية السياحية وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة تدشن الهوية التجارية للمشغل الوطني للسفر. علماء الأحياء البحرية يحققون في مرض جلدي غامض يصيب أسماك القرش في الشعاب المرجانية البيضاء بماليزيا. قدمنا لكم أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، ندعوكم بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، واحذر عزيزي أن تكون أنت الرقم التالي وتتبعك أرقام أنت السبب في إصابتها. دمتم في حفظ الله.